لو هتشجع البرازيل أو هتشجع الأرجنتين أو هتشجع ألمانيا أو أسبانيا أو إيطاليا أو فرنسا أو هولندا، كأس العالم البرازيل تغطية خاصة جدا من المصري اليوم. وإن شاء الله توقعات البرازيل هتكسب إن شاء الله، رغم إن نيمار اللي هو النجم الأوحد بتاعهم مش هيلعب النهارده عشان مصاب، بس البرازيل كلها نجوم. تتوقع تكسب كأس؟ هي المانيا جامده برضه، يعني ممكن 1-0 بالكثير. اتوقع ان المانيا تفوز ومولر اللي يجيب هدفين. 2-1 المانيا طبعا، بس 1-0 المانيا هتكسب ان شاء الله. اداء مين هيكون افضل؟ اداء مين؟ الاداء الفريق كله، روح الجماعه كلها الفريق كله. لا المانيا برضه. اه برازيل اكيد طبعا. 2-1 طيب المانيا، بس البرازيل هتكسب في الاخر. يعني ان شاء الله كنا المانيا تكسب 2-1 او ادائها احسن من البرازيل في البطوله. والله النهارده ان شاء الله باذن الله انا متوقع ان المانيا هي اللي تفوز، لان طبعا البرازيل البطل بتاعهم او النجم بتاعهم نيمار مصاب. المانيا عامله بطوله كويسه من اول بطوله، يعني عامله ماتشات كويسه، يعني اعتقد ان المانيا كلها ولو كسبت هيبقى تكسب برضه فرق بسيط مش كبير. يعني تفوز المانيا علشان البرازيل ادائها في الفتره اللي فاتت مش في كاس العالم مش جيد، بالاضافه لغياب نيمار. عمل الارض جمهور ممكن يكون في صالح البرازيل، لكن التنظيم والتكتيك في صالح المانيا. يعني فالتوقعات هتبقى صعبه ان انت تتحسم لمين بالظبط يعني، بس انا برشح المانيا اللي هي تفوز. المانيا هتكسب وهتقابل هولندا ان شاء الله في النهائي برضه. النهارده يلعبوا الماتش هيبقى متساوي، بس المانيا هي اللي هتفوز.